أستاذ عمر، أنا برحب بحضرتك، منورنا في بيت للكل ومنور الشاشات العربية. والحقيقة الابتسامة اللي موجودة على وجهك هي كمان هي ابتسامة العودة، ابتسامة أننا يعني داخلين على مرحلة جديدة، يعني تدخل أو تعود إليها العراق يعني بجديدها. خليني أقول لحضرتك انطباعنا إحنا في دولنا العربية لما شهدنا منذ شهور بداية الانطلاق، لما جينا احنا بيت للكل وزرنا شارع المتنبي وعملنا حلقة خاصة في الشارع وهو يعني في ثوبه الجديد، لما شفنا على الشاشات العربية الكرة والمشاهد والغنى والمهرجانات، حسينا وأنه دبت الحياة الفنية والرياضية والثقافية. كلمني بقى عن دور الحكومة، دعمها والشعب أيضا لما هو قادم في العراق. من جديد شكرا جزيلا وترحيب بحضرتك وبالجميع. يعني أحيي الاسم بيت للكل، فعلا هو اسم متميز ونستطيع أن نطلقه على كل العواصم العربية وعلى كل البلدان العربية. الآن الخطوات باتت أكثر وضوحا، نتحدث عن منهج وعن مشروع حقيقي لتواجد العراق في جميع المحافل العربية، كذلك نتحدث عن دور استراتيجي للعراق بأن يكون مضيافاً ومستضيفاً لكل الأمور، سواء كانت فنية أو رياضية، معرفية، علمية. والبنى التحتية في العراق ما شاء الله عليها هي بنى تستطيع أن تستوعب. إذا أردنا أن نضرب مثالاً هكذا وبسرعة، البصرة التي هي قد لا تكون بإمكانات العاصمة بغداد استطاعت أن تضيف أكبر تظاهرة عربية، ألا وهي خليجي الأخير. في العراق ثمة شيء يميزه قد يختلف فيه عن الجميع، يعني لا يتم الاعتماد دائما على الجهد الحكومي فحسب، لدينا شعب يستطيع أن يدعم الجهد الحكومي، يستطيع أن يلتف. يعني كل عائلة في العراق تستطيع أن تكون فندقا وأن تكون بيتا وأن تكون وسيلة إعلامية، وتستطيع أن تطرق أي باب في بغداد أو في كل محافظات الوطن. يعني بصورة طبيعية وبصورة سريعة سوف تجد من يحتضنك وبحب. يعني مظفر النواب يقول: ولم أرى مثل العراق كريما خجول. العراق يكرم وبخجله المعروف. لذلك كل المهرجانات سواء كانت بمختلفها، إذا أريد لها أن تنجح سوف يكون مدارها هنا في العراق. كذلك نحن نتحدث عن شعب متعطش، عن شعب يريد أن يكون حاضراً، يريد أن يحتك بزملائه. أنا بتذكر حاجة لطيفة جداً، أنه أهل البصرة رفضوا أن الناس ينزلوا في فنادق طبعاً. يعني وحسوا أنه طالما جئتم إلى العراق فأهلاً بكم في بيوتنا صحيح. يعني فدي كانت الحقيقة حاجة لطيفة جداً فعلاً، وهذه هي حقيقة العراقي. يعني ربما أريد للشيمة العراقية أن تكون غائبة لمدة معينة، لكن والحمد لله والوسيلة ربما الأمثل لكي نوصل شخصية العراق الحقيقية هي عن طريق وسائل الإعلام الرصينة، وهذا ما تقومون به يعني بالتأكيد، عن طريق الفرد هو نفسه. يعني أنا الآن ألاحظ ربما منشور واحد على السوشيال ميديا من حضراتكم سوف يغير آراء آلاف ومئات من المتابعين، ربما لقاء في مجلة معينة تنقلونه. بعض الأشياء قد تكون فردية لكنها تمثل وطن في نقطة ما. أنا أجد بأن العراقي يحمل في قلبه وطنا يسير على قدمين.